الحكومة تنفي ما تردد عن عودة الموظفين للعمل يوم الأحد من كل أسبوع أونلاين من المنزل، وتؤكد غير صحيح والفيديو المتداول من العام الماضي. شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في مقر المشيخة، ويوصيه برعاية الأئمة وتحفيزهم على وقار العلم والخلق والاعتزاز بالنفس. محافظ القاهرة يصدر قراراً بمنع قطع أي شجرة أو التقليم بشكل جائر والعرض على لجنة مختصة حال التعارض مع بعض المشروعات. سفير فرنسا بالقاهرة: علاقتنا مع مصر قوية في كل المجالات، ولدينا تقارب كبير في المواقف، ونعمل معاً على جميع المستويات السياسية والإنسانية. المجلس القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي بعد تصديقه على قانون التأمين ضد مخاطر الطلاق، ويؤكد تجربة فريدة ومكتسب جديد للمصريات.